السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. ان شاء الله رايحين نحلوا تمرين صفحة 89 اللي هو تاسك 2 من كتاب اللغة الإنجليزية لتلاميذ السنة الرابعة متوسط. تابعوا معايا هذا الحلول. Our school web magazine is organizing a contest for the top 10 best written profiles in English and prizes will be given to the winners. المجلة المدرسية نتاعنا نظمت مسابقة هي أنها نكتبوا بروفايل حول أنفسنا، كل واحد يكتب بروفايل نتاعو، رايحين يدوا البست 10 اللي هما العشرة الأفضل ويدوا جوائز. The contestants are required to describe their personality and interests. المشاركين عندهم في البروفايل نتاعهم رايحين يوصفوا الشخصية نتاعهم والاهتمامات نتاعهم. And talk about their childhood and school memories. يحكيوا على الطفولة نتاعهم وعلى ذكريات المدرسة نتاعهم أو ذكريات المدرسية. Their dream job and their ideal teacher and friend. الحلم الوظيفة نتاعهم اللي يحلموا بها، الأساتذة نتاعهم وأصدقائهم المفضلين والأيديال معناتها إيديال اللي هو perfect one. Okay, so I have decided to take part in this contest and win by ranking among the 10 first winners. إذا أنا قررت نشارك في هذه المسابقة ونحتل منصب من العشر الأوائل باش نربحوا الجائزة. إذا هذه هي المسابقة اللي رايحين نكتبوها، رايحين نكتبوا بروفايل، كل واحد يكتب بروفايل نتاعو فيه معلوماته الشخصية، يوصف فيه شخصيته، يتحدث عن الوظيفة اللي يحلم بها، ذكرياته في المدرسة، يذكر بعض الأساتذة والأصدقاء اللي كانوا معاه إلى غير ذلك. إذا هذا راح يكون حوصلة لوش قرينا في الماضي. أوكي، إذا هنا بعد ما نكونوا قرينا السؤال وفهمناه، I can now write my profile in my copy book. الآن نقدر نكتب البروفايل نتاعي في my copy book اللي هو الكراس نتاعك. إذا نبدأ على بركة الله في كتابة هذا البروفايل. بسم الله. إذا هنا رايحين نشوفوا نموذج وكل واحد يبدل حسب المعلومات الخاصة به والحلم الوظيفي ولا الوظيفة الحلم اللي راكم تتمنوها والذكريات إلى غير ذلك. هذا كاين اختلاف من شخص إلى آخر. My name is كنزة بودوح. I am almost 15. مازال ما لحقتش ال 15، هي قريب توصل ل 15. I am a fourth year student at بلجمري محمد ميدل سكول in مستغانم. هذو معلومات خاصة بكم. I am a kind and cheerful person. I like reading, swimming and listening to music. I am kind and cheerful person. وصفة الشخصية نتاعها. I like reading, swimming and listening to music. هذو هما الانترستس نتاعها اللي هما الاهتمامات نتاعها، تحب القراءة، السباحة والاستماع إلى الموسيقى. شوفوا هنا البروفايل يكون بدقة ويكون قصير ويحتوي جميع العناصر والمعلومات، ما تكثروش فيه باش ما تخرجوش عن الموضوع يولي ممل للقراء، وما تديروش شوية، ديروا كامل واش تحبوا. I remember the happiest day of my life when I was 10 years old. أسعد يوم في حياتها كي كان في عمرها 10 سنين مازالت متفكراتو. I took part in a national swimming competition. شاركت في مسابقة السباحة الوطنية. I was so excited because it was my first competition. كانت متحمسة بزاف لأنه كانت المسابقة نتاعها الأولى. I was impatient to swim and show my parents what I could do. ما قدرتش نصبر باش نبدا نعوم باش نوري الوالدية واش نقدر ندير. When the kick-off was given, I did my best to swim as quickly as possible. As quickly as possible. شوفوا هنا واش نستعملوا القواعد كامل دخلناهم في الفقرة. I did my best to swim as quickly as possible. كي الحكم صفر انطلقت حكيت لنا شوية واش دارت هذاك النهار. أوكي. I finally ranked the first place and won the gold medal. My parents were really proud of me. وأخيرا احتلت المرتبة الأولى وربحت الميدالية الذهبية ووالديها كانوا بزاف فخورين بها. My parents were really proud of me. والديا كانوا فخورين بيا بزاف. كما كم تشوفوا هنا حكينا شوية على childhood memories، أسعد يوم في حياتها. أوكي، مسابقة نتاعها مدت لنا لمحة قصيرة وش صرا فيها. أوكي،
وش ربحت إلى غير ذلك. مثلا هنا قلت لكم ما تطولوش باش ما توقعوش في التكرار الأحداث. After this competition, I did not stop swimming and I won other medals. بعد ما ربحت في هذه المسابقة ما حبستش السباحة، كملت وربحت ميداليات أخرى. That's why I have always dreamed of being a sport teacher. هذا هو السبب اللي خلاها تحلم أنها تولي أستاذة رياضيات رياضة عفوا. My dream job، هذا هو dream job انتها. أنت تذكر your dream job، أنا نذكر my dream job إلى غير ذلك. I want to make teenagers like and practice sport. حبيت تخلي المراهقين والأطفال والأولاد اللي تقريهم أنهم يحبوا الرياضة. I think it is the best way to keep fit and feel good. هو الطريقة المناسبة باش تقعد بصحة جيدة ولياقة بدنية جيدة. Concerning my ideal teacher، هنا راح نحكي وبعد ما حكينا على dream job راح نحكي على الأساتذة. I think that he or she should be kind, helpful, understanding, patient and competent. بالنسبة لها الأستاذ الإيديال لازم يكون صبور، مساعد ومتفهم وصبور، أوكي؟ ولطيف عفوا. And competent معناتها يكون عنده حب التسابق، يكون competent، أوكي؟ هذه هي وش معناتها competent. Okay. As for my ideal friend, he or she should be thoughtful, sincere, and honest. أما بالنسبة للصديق المثالي لازم يكون صادق، يكون متفهم، ويكون أيضا عنده المسؤولية في الصداقة. Childhood experiences are important in one's life and the influence of teachers, friends or parents is also important in shaping one's personality. إذن تجارب الطفولة لها دور مهم في حياة الإنسان. Okay. كما أنه friends or parents is also important in shaping one's personality. أما دور الآباء والأصدقاء أنه ينحت لك ويرسم لك الشخصية انتاك. إذن كان هذا هو الفيديو تاع نهار اليوم للتمرين الخاص بكتابة your own profiles. Okay. Or your own profiles. Yes. تكتبوهم، كل واحد يكتبو بالطريقة هذه، فقط تبدلوا المعلومات الشخصية والحلم انتحكم وذكرياتكم في الطفولة والأساتذة ورأيكم في الأستاذ المثالي أيضا يختلف من شخص إلى آخر. إذا وصلنا لختام هذا الفيديو، نتمنى إن شاء الله يكون فاتكم واستفدتوا. نتلاقاو في الفيديوهات القادمة إن شاء الله. أترككم في رعاية الله وحفظه. بقوا على خير.